غادي نبقاو مثبتين بحقوقنا، ما غاديش تخوفنا الترهيبات، ما غاديش يخوفنا الوعي. اللي بغاو يديروها يديروها، بغاو يجرعوا عندنا مرحبا، بغاو يخلينا انا جرعوا عليا انتوما خلينا به حنا. جيت اليوم نهضر على الوضعيه الكارثيه اللي وصلنا لها. فمنذ 14 سنه وانا كندرس في المعهد ما عندي حتى شي حقوق، يعني كنموذج وكاينين الاساتذه اللي مدوزين 30 سنه و40 سنه و20 سنه، يعني الاقدميه متفاوته، ما عندنا حتى شي حقوق، ما عندنا لا تغطيه صحيه، ما عندنا لا تقاعد، لا اجره محترمه، ما كنتخلصوش في الوقت، يعني واحد الوضعيه اللي ما يعني حتى شي واحد ما غادي يستحملها. السنه الاولى فاش كنت اشتغلت كانوا عطاونا وعود بانهم غادي يسووا الوضعيه، ولكن اذا بالامر كيستمر الى حد اليوم يعني دون جدوى، عينا ما نديروا مجهودات، عينا ما نديروا احتجاجات، عينا ما نتكلموا على الامر، وما كاين حتى شي نتيجه. وكنشوفوا النماذج ديال الاساتذه اللي قدام وقبل منا، يعني كاين دابا منهم اللي مريض وما لقيش باش يشري الدواء، كاين اللي مسكين مات بالغصه ديالو. اذا حنا الا بقينا هكا وبقينا في هذا الوضع حتى حنا غادي نلقاو نفس المصير. هاد السنه هذه يعني سنه عندها خصائص. هاد العام قطعوا لينا واحد الضريبه ديال 30%، وحنا ما واصلينش حتى الحد الادنى من الاجور. اذا انا كنسائل المسؤولين، واش هاد الضريبه اللي كتقطعوا ديال 30% واش معقوله؟ وتي الا كانت كتقطع فين كتمشي هاد الضريبه؟ إذا كانت كتمشي المالية خصنا نعرفوها، كانت كتمشي يعني لشي امتياز خصنا نعرفوها فين كتمشي. أنا كنقول المسؤولين يجاوبوني على هذا السؤال. الاستهتار اللي كتعامل به الجهات المسؤولة على مستوى مجلس مدينة الدار البيضاء مع وضعية أساتذة قطاع التعليم الفني على المستوى الجماعي، بحيث أن الآن وصل الأمر بالمسؤولين أنهم زيادة على استهانة بالوضعية ديال هاد الناس، اللي هي وضعية خاصة تكون يعني وضعية سوية اعتبارا للقوانين الجاري بها العمل في قطاع الشغل. هاد الناس كيتجاهلوا الاساتذه تاع القطاع، كيتجاهلوا وضعيتهم، كيتعاملوا معهم بواحد النوع من الاستخفاف والاستهانه والاذلال، حرموهم من جميع المسائل اللي هي كتبت العلاقه الشغليه ديالهم مع المجلس، بحيث ان ما عندهمش الحق في شهادات العمل وشهادات الاجره اللي كانوا كيتعطاو منذ 1942 حتى 11 حتى شهر فيفري 2019، بحجه ان هاد الناس الا خدوا هاد الوثائق راه غادي يدعوا على اقدميتهم، واقدميتهم راه مفروضه بحكم قانون الشغل. وكذلك هاد الناس الان المجلس بغى باش يتفك منهم، بغى يلوحهم لواحد الشركه اللي لا علاقه لها بالتكوين الاكاديمي الفني، هذه شركه ديال التنشيط. ويعني بكل وقاحه واحد مسؤول كبير تيقول بان انتم تابعين من الناحيه الشغليه تابعين للمجلس، ولكن غنحيلكم على الشركه. ما عرفناش علاش ما حالش الموظفين الاخرين سواء كانوا مرسمين او مؤقتين او مقيمين على الشركه. القضيه الاخرى اللي هي كارثيه باكثر، ان الناس دابا 7 شهور هما كيتسناو الاجر ديالهم اللي هو مصادر، ما غاديش نقولوا حكا راه كاين شي مشكل، مصادر. علاش مصادر؟ لان هاد الناس خصهم يخضعوا لهذا التفويض الملغوم ديال اسناد امور القطاع الى الشركه ديال التنشيط. حتى اليوم اللي كنهضروا فيه اللي هذا النهار هذا، باقي لنا الاساتذه ما تخلصوا شيء، يعني دابا تقريبا 6 ديال الشهور، وباقي داك كاع المسائل اللي تقالت في الحوار اللي كان داز نهار 13 يونيو بالاذاعه على الجهويه في برنامج اضاءات، واللي صرح المدير ديال المعهد بانه راه غادي نتخلصوا من هنا يومين، وقال لهم بشرى للاساتذه راكم غتخلصوا من هنا يومين. يعني انا كنهضر على نهار 13، باقيين الان ما تخلصنا ما حتى حاجه. هذا هو السبب، ما عرفناش علاش هاد الاجور معتقله الى يومنا هذا. وهي اجور كتهم جوج الفئات، كاين الفئه ديال المتعاونين اللي بحالي انايا، بحال الناس اللي موظفين متقاعدين، وكاين الفئه ديال الشباب اللي هما متفرغين وما عندهم غير هاد المهنه هذه. فيما يخص الملف المطلبي ككل،
الملف المطلبي فيه شقين. الشق الاول هو تسويه الوضعيه ديال الناس اللي هما متفرغين، اللي هما الشباب اللي خدموا شحال من سنين وباقي في نفس الاطار اللي هو اطار ديال لي فاكاسيون، وبما فيهم المدير براسه راه لحد الان هو يعتبر فاكاتير، لانه باقي ما كاين حتى شي حاجه اللي كتبين بانه راه دار معاه شي كونطرا ولا شي حاجه لحد الان. اذا فاكاسيون راه على الجميع، وكاينه الفئه الاخرى ديال الناس اللي هي يا متفرغه، هادو عندهم مسائل اخرى كينادوا بها بحال التقاعد التكميلي ديالهم، هذيك الضرائب اللي كتقطع فين كتمشي ما عارفينهاش الان فين كتمشي. كانوا كيقولوا 30%، نظن كنغوتوا على 30%، لان واحد الساعه كانت على 17 شويه تحولت بقدره قادر الى 30%. اهم المطالب هو تسويه الوضعيه، تسويه شموليه، لان ما يمكنش نستمروا في هذا الوضع، لانه وضع كيضر بينا وكيضر حتى بالسمعه ديال المعاهد الموسيقيه وبالسمعه تاع المغرب. يعني الاساتذه ديال التعليم الفني في دول اخرى راه عندهم جميع الامتيازات، كيفاش المغرب غادي يبقى معزول على هذا التطور اللي غادي في العالم؟ كيفاش؟